الاتفاقية تتعلق بإنشاء وحدة دعم النشر العلمي البحثي الخارجي. طبعا النشر العلمي له أهمية كتير كبيرة في مجال رفع تصنيف الجامعات، وفي مجال إيجاد موطئ قدم واضح ومميز لجامعة دمشق في مجال البحث العلمي العالمي. طبعا نحن نتشكر هيئة التميز والإبداع على كل الجهد اللي عم تبذله وكل المساعدة اللي عم تكون مع جامعة دمشق. هذا الأمر بيساهم برفع تصنيف جامعة دمشق وبيعزز مقدرات ومكانة طلابنا المميزين، طلاب الدراسات العليا وطلاب المرحلة الجامعية الأولى وكافة الباحثين الموجودين في الكليات المعنية، بما يساهم في دعم العملية البحثية والأكاديمية. طلاب هيئة التميز والإبداع بنظام التعليمي يلي هن بياخدوه ضمن المركز الوطني للمتميزين يقوم على أسس البحث العلمي والمنهجية العلمية، فحبينا نعمل هذا المشروع المشترك مع الجامعة كونه هي حاضنة أساسية لطلاب البرامج الأكاديمية باختصاصات نوعية، لحتى تكون هي الرابط ما بين طلابنا وطلاب الجامعة بما يخص النشر الخارجي ودعم آليات النشر الخارجي ضمن الجامعة. لذلك هو حقيقة هي الاتفاقية تتويج لعلاقة قديمة مع جامعة دمشق. الحقيقة الأفراد الموجودين كطلاب هن المميزين وكفاءات كبيرة جدا، فالاتفاق اللي عم بيصير هو إتاحة الفرصة أمام الطلاب والطالبات المتميزين أن يرتقوا بدراسات وبحوث العلمية، وهذا بينصب في النتيجة لصالح الوطن كافة وليس جامعة دمشق فقط.